السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم صلصه الكراميل اللي كتجي رائعه بالشوكولات، كتجي رائعه صراحه وخطيره، يعني باش كنلصقوا بها لي صابلي الحلويات ديالنا، والمقادير جد جد بسيطه واقتصاديه. يعني عندنا هنايا نصف كاس العنبات تاع السكر حبيبات، انا غادي ندير كميه صغيره يعني ما محتاجاش كميه كبيره، بغيت كميه كبيره تاع فوغ المقادير. وعندي هنا نصف كأس العنبة ديال الماء اللي كيكون مغلي، عندي هنايا الشوكولاتة البيضاء 100 غرام، ونحتاج واحد القبيصة ديال الملح. دابا غادي ندوزو للطريقة. هنا فوق النار على نار مهيلة انا وضعت المقلة، ووضعوا اي كاسخول او اي حاجة اناء. انا هنايا غادي ندير السكر حبيبات، وغادي نخليه يدوب حتى يدوب لي، وعاد غادي نبقى نبدا في التحريك ديالو. والنار ضروري تكون مهيلة، يعني بحال اللي غادي نصاوبو كراميل، يعني بنفس الطريقة. ولا البنات كما شايفين في هاد الأثناء غادي نحركوها باش نعاونوها تدوبنا. نحركوها هكا بملعقة خشبية، تيدوب لنا السكر مزيان مزيان، عاد غادي نضيفو له الماء. بغيتو تعوضوا الماء بالكريمة ممكن، ولكن انا يعني باش تبقى اقتصادية من الاحسن الماء يكون سخون بزاف، يعني طايب جاي بالغلية باش ما يبقاش يطاير معانا. ولا دابا كاع حبيبات السكر ضبطتهم، نتاكدوا مزيان باش ما يبقاولناش هذوك الحبيبات. ودابا كيما قلت لكم النار ضروري تاكدوا انها مهيله بزاف، ضروري النار تكون مهيله بزاف كما شفتوا، تقريبا بحال اللي كاع ما كايناش. دابا غادي نضيف عليها الماء وبعدو عليها باش ما يطرش عليكم. بسم الله، غادي نخلي نحركها انا الماء غليته في الاول وشويه برد لي، يعني ما بقاش شويه برد لي، هذاك الشيء علاش شي بلايص بحال هكا تحجروا لي، ولكن ماشي مشكل. غادي نبقاو نحركوهم هكا يعني باش يسهل علينا يدوب لنا في الساح. دابا غادي نجهد عليها شويه النار باش دغيا يدوب لي غير واحد شويه، فوالا وصافي. غادي نستمر بالتحريك حتى يدوب لي الكراميل ديالي. حبيباتي من بعد ما دابنا الكل غادي نبعدو على العافيه، وغادي نضيف له شويه قبيصه ديال الملح لانها تعطينا واحد النسمه زوينه، تعطينا واحد المذاق زوين فيها. غادي نضيف الشوكولا كما قلت لكم ما يكونش على النار، غادي نبقاو نحركو. هي من الاحسن تستعملوا كاسخوله صغيره يعني باش تحكموا مزيان مزيان فيها.
نحركها غير شويه وغادي نوضعها في واحد السلافه ونخلطها مزيان مزيان. خلطوا مزيان حتى تذوب لنا الشوكولا. هكا تجي رائعه في المذاق. شفتوا الشكل ديالها كتجي ثقيله. ولا دابا غادي نوضعها في واحد الزلافه ونزيد نحركها مزيان مزيان حتى تبرد لي. ولا حبيباتي الشكل النهائي نتاع صلصه الكراميل بالشوكولات كتجي ثقيله وعاقده. نلصقوا بها لي صابلي تاعنا صوبهم في الحلويات كتجي اكثر من رائعه. والمذاق ما نقولكمش روعه حيت فيها الشوكولات البيض كتجي زوينه بزاف. نتمنى حبيباتي انكم تجربوها وتقولوا الراي ديالكم في التعاليق ونقولكم تلقى على خير.